هل لنا معرفة السبب وراء زيارتكم لتونس اليوم؟ أنا رئيس للبرلمان الأوروبي ومن مهامي كذلك تراس مجلس النواب عن منطقة البحر الأبيض المتوسط، لذلك أهتم كثيرا بالعلاقات البرلمانية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط كعلاقتنا بالمجلس التأسيسي، وهدفنا الأول هو تحسين العمل المشترك بين المجلس التأسيسي والاتحاد الأوروبي. ANC et le Parlement européen. En parlant de constitution et... زيارتكم تأتي بعد أسبوع شهد مشادات قوية بين الحكومة والمعارضة، واستخلص التونسي سواء المواطن أو السياسي أننا بحاجة لتعلم المزيد من الديمقراطية. السؤال هنا، كيف وانطلاقا من تجربة الاتحاد الأوروبي يمكن مساعدة تونس في التوجه نحو مسار أكثر ديمقراطية؟ أعتقد أن تونس قامت بمجهود كبير من خلال تخلصها من الدكتاتورية والتوجه نحو الديمقراطية من خلال رغبة الشعب. أعتقد أن ما يلقب بالربيع العربي وليس بالضرورة صحيح، والذي لا أجد أنه تعبير مناسب لأنه لا يعتبر ربيعا عربيا، ولكن تعبير في العديد من الدول العربية وقع في ظروف محددة، وهي ظروف تختلف من دولة لأخرى. وحيث كانت البداية في تونس، والشعب التونسي ساهم كثيرا في ديمقراطة المنطقة بالكامل وخاصة دولتكم. أنا ذكرت في العديد من المناسبات أنه منذ سنتين لم يكن بالإمكان أن أقوم بحوار إعلامي كالذي أقوم به الآن في هذا البلد، وأنا أشجع سواء الحكومة أو المعارضة أن لا تبالغ من جهة، سواء في استعمال السلطة بصفة مبالغ فيها أو معارضة من أجل التدمير، ولكن لنكون صرحاء مقارنة بما أشاهده من قبل عدة دول أخرى وما حصل في الفترة الأخيرة في تونس يصنف بالمتوازن. Mais soyons honnêtes par rapport à ce que je connais de l'autre pays. J'avoue, les débats de l'année, de la semaine dernière et de cette semaine, c'est quand même assez modéré. لقد أمل التونسي في مساندة حقيقية من الاتحاد الأوروبي، فلقد شاهدنا بعد الثورة العديد من الزيارات لعدة وفود أوروبية بصفة تكون شهرية والعديد من وعود التعاون، ولكن متى سنشاهد هذه المشاريع على أرض الواقع؟ C'est ce que je critique le plus comme président du Parlement européen que les États membres de l'Union هذا ما أنتقده كرئيس لمجلس النواب الأوروبي، فدول الأعضاء بالاتحاد ترسل بصفة دورية وزراء خارجيتها من أجل تكريم الثورة، ثم يعودون للقيام بالاستعدادات اللازمة لتقوية التعاون الاقتصادي من أجل التطوير الثنائي مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ما أجد فيه نوعا من النفاق، فمن جهة نشجع ومن جهة أخرى نقول أنه ليس لدينا المال الكافي. الاتحاد نفسه وأنا كرئيس لمجلس النواب الأوروبي عليها أن تصعد من حجم دعمها الاقتصادي والسياسي والثقافي والتبادل العلمي والأكاديمي والتعاون بين الشركات، وهو وسيلة جيدة لتقليص المشاكل. فالتعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط وإدارة الاتحاد في برشلونة والبنك الأوروبي للاستثمار يستطيعون معا تجنيد كافة المعطيات للتسريع في النهوض الاقتصادي. Il y a la Banque européenne d'investissement qui est ici à Tunis sur place. Il faut mobiliser les instruments pour accélérer le développement économique. Vous avez parlé tout à l'heure que avant la révolution c'était difficile. صرحت منذ قليل قبل الثورة كان من الصعب الحديث مع الأعلام عن تونس وانتقادها. اليوم الصورة تحسنت ويمكن انتقاد الوضع في تونس. إذن ومن خلال صفتكم السياسية، ما هو ملاحظاتكم لنا اليوم لنصبح دولة تتمتع بأكثر حرية وديمقراطية؟ C'est difficile de juger que manque dans un pays. Tout d'abord, je suis aussi là pour m'informer, pour écouter les Tunisiens. C'est ma première visite dans ce pays. إنه من الصعب الحكم على ما ينقص في دولة ما.
أولا أنا هنا من أجل الاستماع وأخذ المعلومة من التونسيين، فهذه زيارة الأولى لتونس، وسأقوم بالإجابة على سؤالك على ثلاثة نقاط. أولا، نحن الأوروبيون جد مشدودين بمشاكلنا وأزماتنا، مما يجعلنا نفوت فرصة تاريخية من أجل التعاون مع الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. تونس من أكثر الدول تطورا من أجل محاربة العادات القديمة، فتاريخ البلد هو الإسلام مع الأسس الدستورية الضرورية من أجل تطوير البلد مع مقتضيات القرن الحادي والعشرين، وهذا ما يتوجب القيام به. أجد أنه يتوجب إيجاد توافق بين العادات والمستقبل. أما النقطة الثالثة، فلا أجد دولة كتونس تتمتع بتطور اجتماعي أفضل منها، خاصة إذا قارناها بمصر. فنحن كأوروبيين نشاهد فيكم الأمل. Le développement sociétal dans ce pays avec par exemple l'Égypte, je crois que pour nous, pour les Européens, la Tunisie représente un espoir. Bien sûr, mais vous savez qu'il y avait un débat. لقد وقع نقاش كبير في تونس حول العودة للشريعة كمصدر للدستور، وتخوف العديد من المراقبين من أسلمة الدولة. هل تجدون أن هذه المخاوف شرعية، وأن قيام دولة بهذه المقاييس يمثل عرقلة للديمقراطية والحرية؟ Tout d'abord, il faut faire une distinction à mes yeux entre un pays islamique, c'est-à-dire un pays avec une population avec une large majorité des foyers musulmans. أولا، يجب علينا في البداية التفريق بين بلد إسلامي وبلد أغلب متساكنيه مؤمنين بالإسلام وبلد ذو طابع سياسي إسلامي. بالنسبة لنا نحن كأوروبيين نعتبر أن الأسس الأولية للدستور للأغلبية. لأغلبية الدول الأعضاء هي التعامل مع الحريات والديانة، ودور الدول في حماية هذه الحريات وتأمينها ضرورة. ولكن من جهة أخرى، يجب تأمين حرية الأفراد في ممارسة المعتقد ومفهومه للحياة الشخصية كما يريد، وذلك للمحافظة على قيمنا والتي من الصعب أن تتماشى مع الشريعة وقانونها، والذي يصعب في العديد من المناسبات تفسيرها. ورغم أنني لست خبيرا في الشريعة والإسلام، إلا أنني أعلم أن هنالك تفسير مختلفة لذلك، وأعلم أن المجلس التأسيسي في تونس قد تخلى عن فكرة الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور. Il y a des différentes évaluations sur la charia. Alors moi, je ne suis pas un expert de l'islam, mais je sais qu'il y a des différentes interprétations. Il y a des différentes interprétations. Mais je prends note que l'Assemblée constituante ici à Tunis a abandonné de l'idée d'introduire la charia comme le cadre principal de la nouvelle constitution. Et je crois que c'est pas surprenant pour vous que je trouve ça raisonnable. العديد من الخبراء عبروا عن قلقهم من وصول الإسلاميين للحكم في دول الربيع العربي، سواء في مصر أو تونس أو ليبيا، ووصفوها بأحزاب متطرفة. هل تشاطرونهم هذه المخاوف؟ que ces régimes-là, que parfois ils sont comme, qualifiés d'extrémisme, ont le pouvoir aujourd'hui dans les pays du printemps arabe. Encore une fois, les partis politiques qui orientent leurs activités politiques. مرة أخرى، الأحزاب السياسية التي يتمحور خطها السياسي حول الدين توجد في أوروبا كذلك. فنحن لدينا أحزاب مسيحية ديمقراطية والتي تأخذ من الديانة المسيحية توجها أوليا، ولكن في المقابل تحترم بقية الديانات. وهنالك دولة كذلك تسهر على استقلالية كل ديانة وعلى عدم فرض ممارسة شعائر دينية على أفراد لا يؤمنون بها. لذلك إذا وجدت أحزاب إسلامية تحترم هذا المبدأ أو يريدون الديمقراطية، أن يتوافقوا مع أفكار مختلفة وأين يوجد تنوع للأفكار بما فيها الإسلام.
فنحن نجد هذا مقبولا، ولكن إذا وجد توجه إسلامي سياسي يفرض على الجميع أن يكون هنالك تطبيق حصري وفردي للديانة الإسلامية هنا، أعبر عن اعتراضي. Mais s'il y a un islam politique qui impose à tout le monde que la foi islamique est la règle de cette religion, là je suis contre. بالحديث عن الأموال، تصعب مشاهدة صورة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث أن الطرفين يعانيان من أزمة مالية عميقة. فهل يمكن أن يساعد طرفين ضعيفين بعضهم البعض؟ Je répète ce que je viens de dire à plusieurs reprises. La Méditerranée entièrement est une zone économique. كما أسلفت الذكر، فالبحر الأبيض المتوسط يحمل مقومات مستقبل أفضل، سواء في الطاقة الشمسية أو في الفلاحة المستديمة، ولكن تبقى مشكلة المياه والبنى التحتية للطرقات والوديان والموانئ، خاصة في دول شمال إفريقيا، وهي تمثل فرصا استثمارية للمستقبل. يمكن لمن بإمكانه القيام بهذه الاستثمارات ولديه المهارات والقدرات للقيام بعمل مماثل، والإجابة تكمن في دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان وقبرص. لذلك فتعاون اقتصادي فلاحي بيئي أو طاقي يمكن أن يجعل من البحر الأبيض المتوسط حلا للأزمة المالية للطرفين. وأنا وكرئيس لمجلس نواب الاتحاد الأوروبي أطالب بأن يقع دعم البحر الأبيض المتوسط مما يكون مجتمعا اقتصاديا مهما في المنطقة. contribuer à une augmentation du standard de la vie sur les deux côtés.